بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذراً نادماً منكسراً مستقيلاً، مستغفراً منيباً مقراً مذعناً معترفاً. لا أجد مفراً مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعتي رحمتك.